الفلاقة هما الناس الوحيدين اللي قاوموا واللي كسروا شوكة الإسرائيل بالبيراتاج نتاعهم للسيت. دونك هذايا شنو اللي غاتكم فيه انتوما كتوانسه؟ والله اذا كان مسوا ولا مسوا وعندكم دليل اللي مسوا دي سيت توانسه، كما قلتوا الخارجيه مسوا توريزم مسوا دوتر سيت، فما عقوبات اخرى، مش ولاد نابغه كيما هذوما انت كارك تاثرهم لولاد هذوما، كارك تدخلهم تحميهم تربحهم، نابغه كيما هذوما مش كيما طفل رجوع مسكين نهار اللي توقف رجوع توفات ماماتو وامه حاليا في الكوما رجوع، طفل نابغه صغير من الموين المزمره اللي ياخذها 17 و 18 علاش رامين هنا قانون؟ ما فما حتى قانون يحاكم قضايا كيما هذيا الكترونيه. دونك انا راه فما ظلم كبير كبير برشا، وخوفنا واكبر خوفنا وكاننا ماشيين له ما تبدل شيء وراجعين. هذه سياسه السبسي بون باش نقولوا راجعين اقوى ورجعوا اقوى. انا توا كنت في القهوه هنا نسمع في شيء قشعر البدن، شيء يبكي، معناها طفل على كف تفتيش وين يجي يحطوه اربع خمس ايام في الجيور لوطا وتمرميد وماليه يبداو يفركسوا عليه على كف تفتيش على طابع فوق تمبري باش يمشي للجرجاني، يجي هوني باش ياخذ كف تفتيش تعرضوا فرقه اوب يرميه في الجيار. بون هذا مش موضوعنا، اما نحكي لك على برشا حاجات، فما شيء كبير صاير، شيء ماهوش نورمال. ما نحبش نقول ما عملناش، عملنا ثوره ومواصلين بقدره ربي في ثورتنا وما يبركوناش وما يبردوناش وما ناش ساكتين. حبيت نحكي على الموضوع نتاع الفلاقه هذوما اللي هاكتيفيست يسميو النضاليين الكترونيا، هما سو سون دي جون، يعني دي جون هكا تحسهم كيما نقولوا جون هكا واكتيف وكذا، يحبوا يوصلوا ميساج. دونك حبيت نعقب، انا عندي كونيسونس في البرمجيات تو سكي انفورماتيك، اللي عملوه هو كيما نقولوا وصلوا ميساجات في دي سيت، يعني دي سيت تبعين الوزاره، وهذوما يقعدوا جوست كيلكو سكوند ميم حتى 24 اور وبعد يتنحاو. الموضوع هو كان سوا انتهاكات للحقوق، يعني سوا انتهاكات، يعني حديث عن فاست شارلي ابدو اللي صارت عليها ديبا كبير انترناسيونال، ونحن من حقنا كمسلمين اون سيكسبريم كوم جون، ما نقعدوش متكتمين لافواه ما نعملوا حتى شيء. ومو فما اللي هاكتيفيست هما يردوا الكترونيا، يعني سي اون سورت كيما نقولوا ان ميساج باش يوصلوه سور لو سيت لي سيت ويب، فهمت؟ دونك بالنسبه لما يخص اللي قالوا هما سو سون دي تيرورست اللي هما ارهابيين ولا كذا، اولا لي كارت هما ملفقين ماهمش الرخص السياقه ماهمش تابعين الفلاقه، وهما اولا سو سون دي جون يحبوا يسيكسبريم ويحبوا نوابغ ناس نورمالمون الاجونس تونيزيان دافورماتيك تتدخل باش تنتدب لي جون هذوما تاخذ شنو الكفاءات اللي عندهم شنو سي سا، وهذه نفس المعاملات اللي وقع بها البرة، يعني فهمت؟ تو راهو لي جون هذم راهم كيما نقولوا عندهم لقاو رواحهم عندهم تالون معين في الانفورماتيك، دونك سي بور سا انسونسي كيما نقولوا عملوا دي بيغاتاج في السيت، مي هذوما ان توكا ما يضروش السيت، يعني الامباكت ماهوش كبير بارابور اللي هولته الحكومه.